اذكر الله في الجن على ذكرهم يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أعرفكم على نفسي، أنا خالد العمر 17 سنة. أنا بعيد عن سوالف وأوهام الجن وما أحب أقرأ قصصهم، مو أني خايف منهم ولا شيء، لا 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 لا، أنا كذا أكره أسمع عنهم أو أي شيء طبعا، أكيد من المواقف والأمور اللي تصير للناس منهم. زبدة الموضوع هذا كله، أنا مالي أي علاقة بالعالم الآخر وما خلفه. كنت أشتغل بمطعم، ومثل ما تعرفون أن بعض المطاعم بالعاصمة أو المدن الكبيرة في السعودية تشتغل إلى الساعة 2 أو 3 بالليل. طبعا أنا المطعم اللي أشتغل فيه قريب من مدينة الرياض في محطة من المحطات. المهم خلونا ندخل بالسالفة على طول، أقول لكم أدق التفاصيل والأمور اللي حصلت لي. جاني طلب الساعة 1:30 بالليل، رديت وكان الصوت يقطع وكأنه في مكان ما في إرسال أو شي زي كذا. المهم اللي فهمته منه انه كان يقول ساعدوني ساعدوني، وطفى الجوال طفى من دون لا احم ولا دستور. طبعا انا كنت اقول له مين انت ووينك عشان ارسل الموقع للجهات المختصة لهذه الامور. كما تعرفون يا ناس انا اشتغل بمطعم وما اقدر اطلع منه بحكم اني يمكن افقد شغلي لو اني تصرفت لو مرة واحدة بتصرف سوء. المهم خلونا نرجع لموضوعنا الرئيسي. بعد صمت قصير قفلت السماعة وبديت أفكر وأقول بيني وبين نفسي، يعني الحين عندها رقم شرطة وجهات أمنية مختصة، ما لقى إلا مطعم يدق عليه ولا وما لقى إلا أنا. الزبدة أني بديت أشك وأشك لما نسيت السالفة وما عاد فكرت بالشي اللي صار ثاني مرة. ونسيت أقول لكم البيت اللي أنا ساكن فيه يبعد عن المطعم بمسافة 30 كيلو تقريبا، واللي هو بالرياض طبعا. اللي أبي أوصل له انه كان بعيد ومشوار. المهم جات الساعة 2 بالليل والدوام خلص والعمال بدوا ينظفون المكان، وبعدها جاء الباص الخاص بالعمال واخذهم، وانا بحكم اني سعودي اجيب سيارتي وارجع فيها طبعا. المهم شغلت سيارتي وتوكلت على الله ومشيت ومسكت السيارة والطريق اللي يسلك البيت. تبون الصراحة هذيك الليلة كانت موحشة ومرعبة بشكل ما اقدر اوصفها لكم. انا صدق كل يوم اجي من هذا الطريق وما أخاف من أي شيء، بس التفكير والهلوسة تذبح ويمكن أنكم تعرفون هذا الشيء. المهم في نص التفكير وفي نص المشوار انطفت السيارة. يا ربي شو أسوي، المكان مظلم ولا ما يخاف منه. نزلت أبي أشوف شو السالفة، توصلت إلى أن البنزين انقطع عندي. ركبت السيارة والحيرة جالسة تذبحني والتفكير يموتني، يا رب وش أسوي. بعد انتظار طال الى الساعة 2:24، استنيت شوي لعله عسى احصل احد يوصل لي للمحطة اللي تبعد عن مكاني بكم كيلو. لحظة في نور صغير من بعيد اطالع، الا وهو واحد جاي من بعيد، اتوقع انه عرف اني متعطل وشكله من البدو اللي ساكنين في المنطقة اللي انا فيها. خطوة خطوتين ثلاث خطوات الى ما نوصل عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. كان وجهه مثل وجه اللي يذبحون الناس ويأكلونهم، شكله أعوذ بالله بشع. قلت له هلا يا بوي، الموتر تعطل والمكان موحش هنا، لو معك سيارة أو بنزين أبي منك هالخدمة. قال لا ما عندي، بس إذا حاب أخذك معي للمحطة القريبة، أنا رايح لها أصلا. طبعا من دون أي تردد خليت السيارة ومشيت معاه للمحطة. المحطة فاضية وقتها وما فيها أحد أبدا. قعدت نادي ونادي ونادي، وفجأة يطلع لي واحد من بعيد شكله غريب ويخوف. قال أمر بغيت شيء؟ قلت له لا بس أبي بنزين، خلص عندي وأبي أجيب لك جركن ونعبي فيه البنزين. قال لي طيب. أذكر الله الجن على ذكرهم يحضرون. ما كان معي وقتها جركن، بس من الخوف والحالة اللي أنا فيها خلتني أقول أي شيء. المهم عبيت بنزين بقارورة ماي ومشيت للسيارة، وخطوة بعد خطوة وخطوة وراها خطوتين، بس كانت المفاجأة. كان
كانت المفاجأة أن السيارة ما كانت موجودة بالمكان اللي حطيت أنا فيها. أنا متأكد أني خليتها هنا، يا رب شو السالفة. المهم وأنا أدور السيارة وأدور أي أثر لها، كان يدور معي هذاك الرجال البدوي اللي راح معي اللي وداني للمحطة. بس هذا الرجال كان أمره غريب جدا، اختفى في لمحة بصر وأنا أدور السيارة. طبعا قلت في نفسي يمكن أنه راح يقضي حاجته ولا يبي شيء. المهم نسيته، وبعد كم دقيقة وأنا أمشي أدور على المكان اللي تركت فيه السيارة إلا وكانت الطامة الكبرى. أسمع أصوات خرفشة من وراي، أسمع صوت واحد يمشي، يا ربي يمشي ولا يزحف. المهم إنه صوت ما أقدر أمثله لكم. المهم حاولت إني ما ألتفت وراي، وحاولت إني أتسارع في خطواتي، وكل ما سرعت يسرع، وكل ما سرعت يسرع، وكل ما خففت يخفف. وقفت في النهاية أبي أشوف شو السالفة، وأطالع وراي انصدمت إنه ما في أحد. كملت طريقي وشوي إلا الصوت يرجع، ومن أول ما رجع بديت أصرخ وأقول مين أنت وإيش تبي مني؟ إذا تبونها من الآخر أحب أقول لكم أنها دخلت في نفسي شكوك أن هذا من الجن، وقعدت أسمي بالله وأقرأ بعض من الآيات بيني وبين نفسي عن الشياطين. المهم رحت بعد مسافة بعيدة طريق طويل وما حصلت أحد، قلت خل أرجع للمحطة بما أنها أكثر مكان آمن للحين، وإذا طلعت الشمس يحلها ألف حلال. وبالنهاية رجعت للمحطة وكانت المفاجأة، لقيت سيارتي هناك وكأنها انشالت وانحطت بالمحطة. قعدت أسأل نفسي وش جاب السيارة هنا، ركبت السيارة وعبيتها بنزين ومشيت بعد 10 كيلو تقريبا، لقيت بنت صغيرة تبكي على الطريق. أول شيء أدري بتقولون كيف عرفت أنها بنت وانت في طريق، أحب أقول لكم عرفتها من شعرها الطويل ومن الفستان الأبيض اللي تلبسه. قلت في نفسي أوقف ولا لا، وبعد هواجيس وأفكار قلت أداور لها واللي يصير يصير. وقفت وقلت للبنت وش فيك وش جابك هنا ومين أهلك؟ ما جاوبتني وبدت تصيح بشكل أكبر من قبل، كان كل اللي تقوله ساعدوني وساعدوني. قلت لها لا تخافين بساعدك، وبعدها بلحظات حطت عيونها بعيوني ويا ليتها ما حطتها. كان وجهها غريب بشدة، بعيد أشد البعد عن وجه الإنسان، كانت عيونها مثل عيون القطو بالضبط. أنا في ذيك اللحظات جسمي من الخوف تجمد بحكم الجو حاليا، شتاء وبرد وامطار وكان الجو ما ينوصف، وكان كل جسمي يرتعش من الخوف والجو. وبعد لحظات من الصمت خليت البنت وقررت أني أمشي بما أني خايف لدرجة ما تتوقعونها. شغلت السيارة والسرعة تزداد تدريجيا، طبعا تعرفون وضعية الرجولة ترجف ويدينا ترجف برضو من البرد ومن التفكير اللي يمكن يجنن فيني. المهم من هذا كله قربت من البيت ودخلت الحارة، وفجأة إلا وهي نفسها البنت تمشي بالحارة. عكست الطريق ومشيت أبي أروح البيت عمي، الموقف كان جدا جدا مخيف، كيف غيرت مكانها بهالسرعة؟ أنا عرفت وقتها إنها من الجن ومن العالم الآخر. المهم كان الوقت قبل صلاة الفجر بساعة واحدة تقريبا، كنت خايف وحاول أشغل الراديو أبي القرآن ما يشتغل، وبالأخير قررت إني أقرأ المعوذات وآية الكرسي. ما أكذب عليكم ارتحت من الداخل بعد ما قريت وخلصت، ما بقى إلا شوي بروح لولد عمي وبنام عنده. كملت الطريق وما بقى إلا كم كيلو وأوصل لبيت عمي، وبعد دقائق من الصمت إلا وتطلع أصوات من ورا السيارة. وقفت أبي أطالع وش ينتظرني من رعب وهم وغم، وقفت ونزلت أبي أشوف شو السالفة إلا وتطلع هذيك البنت اللي شفتها بالبر
ما أخبي عليكم، أغمى علي من شدة الموقف. صحيت بعدها وفتحت عيني وأنا بمكان غريب غريب جدا، أول مرة أجي وفيها صياح أطفال وضحكات كبار وناس مربوطة من دون أي تفكير. على طول عرفت نفسي أني بعالم غير عالمي، ودوني مكان زي مستشفى المختلين عقليا. كان كله سجن والأشياء مكسرة ومهجورة، وبعد يومين في المستشفى أو العالم الآخر اللي تحت الأرض طبعا. جاتني نفسها هذيك البنت، بس دي المرة وهي تضحك عكس ما كانت عليه يوم شفتها بالبر. وقمت أسألها بما أني ميت ميت، قلت لها أنت من الجن؟ قالت هي نعم. وكيف عرفت؟ وهي تضحك طبعا، وتضحك ضحكة استهزاء. وأنا على طول بديت أقرأ آيات عن الجن والشياطين، وأغمى علي مرة ثانية، إلا وألقى نفسي بسيارتي وفي نفس المكان اللي أغمى علي المرة الأولى. كان الوقت نهار وقمت من الغيبوبة طبعا، مشيت وأنا كلي هلاك، أبي بس أروح البيت وأقول للناس وش اللي حصل لي. رجعت للبيت وحطيت راسي على المخدة، وكانت أطول نومة نمتها في حياتي. طبعا انفصلت من الشغل وتسب المواقف اللي صارت، وانقلبت حياتي رأسا على عقب، وكان هذا أول وآخر موقف لي مع الجن.